في دفترها كتبت سارة، كتبت أسماء الإشارة، هذا هذه هذان، هؤلاء وهاتان. في دفترها كتبت سارة أسماء الإشارة. ما هي هذه الأسماء؟ لابد من استدعاء مفكر للمساعدة. مفكر مفكر، أين أنت يا صديقي؟ مرحبا يا صديقي سامي، أتريد التعرف على أسماء الإشارة؟ هيا لننطلق سويا إلى حديقة الأسماء. أهلا بك يا سامي في حديقة الأسماء. وما هي حديقة الأسماء يا صديقي؟ إنها حديقة تحتوي أنواعا مختلفة من الأسماء، وسنتعرف اليوم على أسماء الإشارة. حقا إنها حديقة رائعة ومفيدة. ما هي أسماء الإشارة يا مفكر؟ هي أسماء تشير إلى مسمى معين يأتي بعده، يسمى المشار إليه. لاحظ معي هذا المثال، هذه اللحظات جميلة، هذه اسم إشارة وقد أشار إلى كلمة بعده وهي اللحظات. هل هناك أسماء للإشارة غير هذه؟ نعم بالطبع يا صديقي، استمع لهذه الأغنية حتى تتعرف على أنواعها. في دفترها كتبت سارة، كتبت أسماء الإشارة، هذا هذه هذان، هؤلاء وهاتان. في دفترها كتبت سارة. إذن أسماء الإشارة هي هذه وهذان وهؤلاء وهذا وهاتان، أليس كذلك؟ ولكنني لا أدري ما دلالتها، ساعدني للتعرف عليها. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنثة، هذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث، وهؤلاء لجمع الذكور والإناث. هذا رائع، هيا لننطلق إلى المنزل.